على الرغم من الأوضاع التي يعيشها العراق بسبب الحرب على الإرهاب، افتتحت مدرسة بيت العود في قصر الثقافة والفنون بالبصرة لتدريس العزف لجيل جديد من أبناء المدينة، مدرسة جديدة يتعلم الطلبة فيها فن العزف على آلة العود. علي المشاري أستاذ الموسيقى الرئيسي في المدرسة يتولى تدريس الموسيقى للموهوبين من مختلف الأعمار. الفكرة هي أتتني سنة 2010 بالحقيقة، من كنت في بيت العود العربي في القاهرة. أنا قلت من أرجع إلى العراق إن شاء الله تكون هذه الفكرة أنقلها، ولكن بانفصال تام عن بيت العود العراقي، لأنه هذا دار عود عراقي. أيضا الفكرة مغايرة تماما عن بيت العود العراقي. أتمنى وأطمح أنه أفيد هؤلاء الشباب، الخبرة اللي اكتسبتها أريد أنقلها لبصرتنا، لشبابنا، لطلابنا، حتى يتعلموا الموسيقى الحقيقية. ومنذ افتتاح بيت العود في فبراير الماضي التحق به ما يزيد على 20 طالب وطالبة، ويتوقع أن يرتفع العدد. الدراسة في بيت العود لا ترتبط بسن محددة، ولكن يكفي فقط أن تكون مغرما بالموسيقى ولديك الموهبة. يضم دار العود العراقي عدد من الطلبة ما يقارب 25 طالب، بينهم ذكورا وإناثا. القسم من الطلبة، قسم من عندهم الأكبر هم عازفين، بس عازفين يعني بشكل ابتدائي يعني مبتدئ، والقسم الآخر خام يعني جاي ما يعرف أي شيء عن الآلات الموسيقية. احنا بدورنا هنا نوظف العزف والموسيقى بشكل أكاديمي صحيح بالتعليم المنهجي الواضح، حتى نهيئ مثل ما أسلفت الفنان يكون متكامل من جميع النواحي. ويقول أحمد سعيد أحد طلبة المدرسة إنه ظل طويلا يحلم بفرصة ليتعلم العزف على أصوله الصحيحة. بالبصرة خاصة أنه الفرصة يمكن صعوبة أنه تلقى واحد يعلمك موسيقى، يعني صعوبة بكل الصعوبة. يعني حاولت ودورت، أكو مدرسين حاولت، يعني 3 مدرسين ومدرسين عود حاولت، تكلمت وياهم أنه يعلمون عود، قالوا الظروف ما تسمح، الأوضاع، هواي أمور. فظلت متجبجب بالبيت يعني وقاعد يعني، بس يعني أعتقد أنه تحقق حلمي أنه أكو دار عود بالبصرة. طالب آخر يدعى أحمد عبد الكريم ذكر أنه درب نفسه على العزف السماعي، لكن بيت العود أتاح له الفرصة ليتعلم بمنهج علمي. دخلت وشفت يعني شغلات أكاديمية أنا كنت ما أعرفها، مثلاً أكو على قولتهم أسماء الأوتار أو أسماء العلامات الموسيقية اللي هي بالنوطة، أكو عندك مثلاً تفاصيل العود بصورة عامة، عبارة عن آلة صوتية أو عن صندوق آلة صوتي. يعني هذه التفاصيل أنا كنت ما أعرفها الصراحة، كنت مجرد يعني قلت لك هاوي أسمع فقط وأطبق اللي أسمعه، ومرات أطبقه خطأ ومرات أطبقه صح. ويرى المهتمون بالثقافة والفنون في بيت العود محاولة جيدة من ضمن العديد من المحاولات التي يقوم بها بعض الفنانين في الآونة الأخيرة لمحاولة إحياء التراث الثقافي العراقي العريق.